الوفد القطري برئاسة سامية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفي استقباله الوفد. نحن هنا سنوافيكم لحظة بلحظة بكل المستجدات. ننتظر الآن، الطائرة حطت على أرض المطار، وننتظر من لحظة لأخرى نزول ضيف موريتانيا الكبير سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. موريتانيا اليوم هي قبلة أنظار العالم، حيث تحتضن قمة الجامعة العربية 27. جميع الأنظار تتجه إلى موريتانيا، حيث يعول المواطنون العرب على هذه القمة بالخروج بقرارات هامة تلامس هموم ومشاغل المواطن العربي. قمة نواكشوط تنعقد في فترة خاصة بالنظر إلى مستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية على أكثر من صعيد. هناك تحديات أمنية، ظاهرة الإرهاب التي حسب تصريحات ماضية لمسؤولين في جامعة الدول العربية ينتظر أن تكون من بين القرارات التي سيطالها نقاشات القادة العرب. طبعا موريتانيا لديها مقاربة مهمة في هذا المجال، وستكون نموذجا للقادة العرب لأخذها بعين الاعتبار. موريتانيا اعتمدت مقاربة تعتمد على عدة محاور: مكافحة الغلو والتطرف، وهذا في الجانب الفكري، ومكافحة الفقر، وتحسين ظروف المواطنين، تجفيف منابع الإرهاب على جميع مستوياته. أحيل الميكروفون لزميلتي أمينة كان باللغة الفرنسية. Merci Maïma. Nous sommes toujours en direct de l'aéroport international Oum Tounsi, où vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport l'avion de l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmed Sani. Tamim Ben Ahmed Sani est diplômé de l'Académie royale militaire et il est un officier de l'armée depuis 1997. Le 5 août 2003, à la faveur d'une modification de l'ordre de succession, il est désigné comme héritier de l'émirat. Juste rappeler que le ministre des Affaires étrangères somalien Abdeslam Omar Hedilay était arrivé un peu plus tôt à 9h45 à l'aéroport international Oum Tounsi. L'aéroport international Oum Tounsi a prouvé plus que jamais que c'est une infrastructure du futur capable d'accueillir tous les grands avions du monde. L'aéroport Oum Tounsi a reçu depuis hier un ballet de chefs d'État et de gouvernement des puissances arabes. Nouakchott va abriter le 27e sommet de la Ligue arabe, un sommet axé sur la stratégie qui devra jeter les bases de nouveaux travail arabes communs garantissant la sécurité et l'unité arabe. Tout de suite, l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmed Thani, est arrivé sur le tarmac. Nous vous transmettons en temps réel les informations qui se déroulent ici au niveau de l'aéroport. En tout cas, même ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est une ambiance des grands jours. طبعا زميلتي أمينة كان، هذه الأيام نواكشوط تعيش حركية دائمة. مطار أم تونسي استقبل خلال الأيام الماضية وفودا عربية سامية. شاهدنا أمس أميرة دولة الكويت صباح جابر الأحمد الصباح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، الرئيس السوداني البشير،
وصل أمس إلى مطار نواكشوط للمشاركة في هذه القمة العربية التي هي قمة محورية ويعول عليها كثيرا في تحريك الواقع العربي الذي قلنا منذ قليل أنه يعيش جملة من التحديات. العديد من الضيوف موريتانيا وفي هذا المطار عبروا عن ثقتهم في حكمة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لتقريب وجهات النظر بين القادة العرب للوصول إلى قرارات مهمة محورية في تاريخ الأمة العربية. قطر هي دولة عربية شقيقة احتضنت قمما عربية من بينها القمة العربية 2009 و2013. قمة 2009 سميت قمة غزة والعزة لأنها ساندت الشعب الفلسطيني في غزة المحاصر آنذاك من طرف ودائما حيث لا تزال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تؤرق كثيرا أشقائنا في فلسطين. إذن ضيف موريتانيا الكبير سمو الشيخ تميم محمد حمد بن آل ثاني وصل الآن إلى الطائرة وفي استقباله رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. إذن للتصحيح الوزير الأول الدكتور يحيى والحدمين يستقبل ضيف موريتانيا الكبير مرحبا به على أرضه وبلاده وفي بيته الثاني موريتانيا. الوزير الأول الدكتور يحيى والحدمين يستقبل سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تولى مقاليد الحكم إذا